توقعات برج الميزان لشهر مارس 2021. وفقا للتوقعات سيحدث زحل والمشتري تغيرات كبيرة في علاقات الحب، ستساعدك هذه على تحسينها إلى حد كبير. سيكون التركيز على حياتك الدنيوية مع الجوانب الجيدة لعطارد. ستكون مشاعرك ممتعة وعاطفية. سيكون هناك الكثير من الحماس في أفعالك بسبب تأثير المريخ من ناحية أخرى. قد يكون هناك عدد قليل من التعارضات لإبقاء شخصية الميزان مشغولة. ستكون هناك تغيرات طويلة المدى في علاقتك مع الأطفال بسبب الجوانب الكوكبية. وقد يشهد الجانب المالي للحياة بعض التعديلات. سيهيمن شريكك حياتك على الحياة الزوجية خلال الشهر. توقعات برج الميزان عاطفيا، يتنبأ بوقت ممتع للحب. ستمنحك فينوس الرومانسية بينما سيوفر لك المريخ الشغف المطلوب لإكمال الحب. الاستقرار في توافق الميزان سوف يرضي الطبيعة الأساسية لشخصية الميزان. يجب على المتزوجين تجنب الخلافات في علاقتهم العاطفية، ويجب أن تحاول بناء الانسجام مع زوجتك بعد الأسبوع الثالث. سيحاول زوجك أو زوجتك السيطرة على حياتك العاطفية، من المنطقي الذهاب معها أو معه. سوف يحظى الميزان الأعزب بالتشجيع من المريخ الذي يوفر لك الحماسة والبلاغة المطلوبين. الأسبوع الماضي مناسب للحب الفوري والحمل الذي يحدث على هذا النحو. قد يكون شريكك من خلفية مختلفة تماما. توقعات برج الميزان عائليا، تتنبأ التوقعات للمسألة العائلية بفترة رائعة. سيبقى الجو في الأسرة وديا طوال الوقت. ستكون العلاقة مع كبار السن والأطفال ودية. ستشهد الشؤون المالية للعائلة اتجاها تصاعديا، وسيقدم كبار السن تشجيعهم لكل ما تفعله. تأثيرات الكواكب مواتية لأنشطة الأطفال. سوف يتفوقون في مساعيهم التعليمية وكذلك الأنشطة الرياضية. إذا كانوا يدرسون التجارة أو الفنون الجميلة فسيكون أدائهم جديرا بالثناء. توقعات برج الميزان صحيا، تتوقع بآفاق صحية ممتازة. ستوفر لك الجوانب الكوكبية الحماية اللازمة من الأمراض. لا يتوقع حدوث أمراض خطيرة، ويمكن علاج الأمراض البسيطة من خلال العلاج الفوري. ومع ذلك من المفيد الالتزام بنظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام للحفاظ على لياقتك البدنية. يمكن تحسين الصحة العقلية من خلال الاسترخاء والتأمل. توقعات برج الميزان مهنيا، تبشر التوقعات للمهنيين أن الجوانب الكوكبية ليست مفيدة للنمو الوظيفي هذا الشهر. قد تكون تبذل الكثير من الجهد لكن المكافآت ليست وشيكة. العلاقات مع الزملاء وكبار السن لن تكون ملائمة لتحقيق النتائج المرجوة. قد تمنحك الأنشطة الخيرية والروحية السعادة المرغوبة لنسيان مشاكل العمل. توقعات برج الميزان ماليا، يتوقع هذا الشهر إلى فترة هادئة إلى حد ما. لرجال الأعمال ومندوبي المبيعات لن تقدم لك الوكالات المالية المساعدة اللازمة، وستكون المشاكل القانونية ضدك. سيجد الأشخاص في المجالات الإبداعية مثل الكتاب والفنانين صعوبة في تغطية نفقتهم.
نظرا لأن البيئة ليست ملائمة للمشاريع والاستثمارات الجديدة، يجب أن تنتظر وقتا أكثر ملائمة. توقعات برج الميزان للتعليم: تبشر بالخير للطلاب، لن يواجه طلاب التعليم الفني مشكلة في الحفاظ على مناصبهم في فصولهم الدراسية. سينتهي طلاب التجارة واللغة بالرضا فيما يتعلق بأدائهم الكوكب مواتية للتعلم، وستساعد الطلاب في الامتحانات التنافسية على النجاح بجهد روتيني. بشكل عام هذا شهر جيد للطلاب ولتعليمهم. توقعات السفر لبرج الميزان: وفقا للتوقعات يتوقع الكثير من السفر للمحترفين ورجال الأعمال. ستكون هناك جولات داخلية وأجنبية، ومع ذلك لا تقدم مواقع الكواكب أي فوائد من هذه الأنشطة. حتى السفر لقضاء العطلات مع أفراد الأسرة سيكون بائسا. قلل أنشطة سفرك لتوفير المال والوقت. أرقام مهمة لبرج الميزان: 4-7-10. تواريخ مهمة لبرج الميزان: 4-11-16-27-30. وأخيرا سيقدم لك شخص ما عرضا جذابا في العمل، استخدمه بجراءة. من الممكن أن تبدأ في التفكير بجدية في بعض الالتزامات اتجاه الشخص الآخر.